ده أنا فرحانة فرحة لأن ضيفي اللي معايا في أول فقرة أنا من جمهوره ومتابعينه المستمرين وبدعيله لما بشوفه، لأن لو عندي كده يعني عكننا في حياتي ولا بتاعه أتفرج على أي حاجة هو بيعملها والله العظيم بنسى وبضحك وببتسم من قلبي. بني آدم كده من ولادنا الحلوين الحقيقيين الرجالة المحترمين قوي الفنانين الموهوبين بجد، لا عنده واسطة ولا حد زقه ولا حد دعمه، موهبته اللي ربنا ادهاله. وانا بحس ان اللي بينجحوا دول ربنا حبيبهم، واللي بيبقى صرف لهم قبول شوية زيادة عن اي حد. طبعا هو شاطر وموهوب وبيبذل مجهود، بس كمان عشان ربنا حبه فقال له ايه، خد في وشك قبول، وكل اللي يشوفك يبتسم ويحس ان انت ابنه كده. يعني انا والله اما بتفرج عليه مش بس بفرح بشغله، لا انا بحس انه عبد الرحمن ابني كده، ببقى فرحانه بيه، فرحانه بيه كاني قربته. هو من الزملاء الفنانين اللي ربنا يكتب له الخير يا رب، واللي بدعي له من قلبي ربنا يديله الفرصه الكبيره اللي يستاهلها لانه يستاهل. وعندنا ناس تقول الحمد لله بلدنا ولاده، مصر فيها شباب زي الورد في كل المجالات. انا فرحانه ومزقططه ان معايا يعني ايه ابني وزميلي واخويا والفنان الكبير مقاما وموهبه والصغير كده في السن الاستاذ علي قنديل. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، لا 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 فرحانه بيه. لا لا صعب قوي يا استاذه، لا 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 يعني الكلام ده انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي بجد، لان هو وحياة جدا ربنا انا ما بجاملك والناس عارفه. الله انا يخليك. في ناس كده انا بتكلم من قلبي. انا بص اخواتك في الاعداد انا اشعرت والله العظيم، بص كاتبين لك ايه صفحه كامله مقدمه، بس انا والله انا قلت اللي في قلبي على لساني كده، عارف ولو قلت لي عيديه تاني مش عارفه اعيده.